الفيديو المنشور ده خاص بموسيقار اسمه أحمد حجازي، عنده أكاديمية اسمها أكاديمية حجازي، بيعلم فيها الغنى وبيعلم فيها الإنشاد وبيعلم فيها للأسف المقامات الموسيقية على القرآن بنفس النظام اللي هو منشور في الفيديو. طبعا أنا جبت الفيديو ده عن طريق ستوري، هو كان منزله عنده على الواتساب، فأنا احتفظت بالستوري عندي وكلمت صديق يعرفه، قلت له يقول له يحذف الستوري ده وما ينفعش ينزل حاجة زي كده أو يعمل حاجة زي كده، فكلمه بالفعل حذفه، وأنا طبعا انشغلت عن الموضوع ده. يعني اللي خلاني دلوقتي رجعت نشرت الفيديو، لقيت برضو أحد الأصدقاء كان بيقول إن هو راح له هناك الأكاديمية وكان بيعلم القرآن برضو أو بيعلم المقامات الموسيقية على القرآن بنفس النظام ده.